إذا دخل الفقيه السياسة أفسدته وأفسدها. ما أريد أن أقوله في هذا العرض هو أنه لا يوجد أي مانع للاجتهاد في المجال الديني. أنا لست هنا لأقول ماذا أفعل في المجال الشرعي. هل يجوز أن نلغي التعصيب وأن نلغي تعدد الزوجات؟ أنا لست هنا لأقول ماذا أفعل في المجال الشرعي. شوف هناك نقاشات في هذه القضايا، ولكن كذلك هناك هيئات تحكيمية ستبت في هذه الخلافات، وهذه الهيئات التحكيمية مؤسسات دستورية ومؤسسة لهذا الاختصاص. عندك سنطلب رأيها، نحن سندافع عن وجهة نظرنا، هناك وجهة نظر مخالفة ستدافع عنها، وفي آخر المطاف أنا لن أدخل المجتمع إلى خلافات وصراعات قد تخالف المصلحة. سننتظر من الهيئات التحكيمية تعطي رأيها وسنرى، وأنا عندي ثقة بأن التوجه العام لكي الآن هو الاجتهاد. ما أريد أن أقوله في هذا العرض هو أنه لا يوجد أي مانع للاجتهاد في المجال الديني، والمجال الديني ليس حكرا على أي كان، كل يعطي رأيه. وأنا أعطيكم واحد المثال، مرة دعوت مجموعة من الشخصيات إلى بيتي للعشاء، فيهم فقهاء وفيهم متحررين وفيهم، وطرحت السؤال: هل يجوز أن نلغي التعصيب وأن نلغي تعدد الزوجات؟ وطرحت السؤال ثانيا، سنناقش من الناحية الدينية ثم سننطلق أو سننتقل إلى الناحية الواقعية. اختلفنا في المجال الديني اختلافا حتى تقريبا أذان الفجر، اختلفنا نهائيا في المجال الديني، وفي المجال الواقعي اتفقنا جميعا. كل حتى الفقهاء يقول لك راه ماشي معقول تعدد الزوجات، إذا كان الزوج غير قادر على تحمل مسؤوليته ثاني طلب وضع الاقتصادي التغيير وكذا. كانت المجتمعات المدينة إلى آخره هذه مجتمعات صغيرة وتتعاون فيما بينها، بحال اللي كان عندنا حنا من حيت كنا صغار، الديور ديالنا هما الديور ديال الجيران، إلا جينا للدار ما عجبتناش الماكلة اللي داروا ديك الليلة كنمشيو عند الجيران كناكلوا داكشي اللي عندهم. كنا كنعيشوا مجموعين، نهار حصلنا على البكالوريا تيبكيو النساء ديال الجيران بفرحة أكثر من العائلة ديالنا، لأنه كنا وإلا درنا شي خطأ إلا ما كانتش الوالدة باش تأدبنا كان السيدة ديال الجيران كتأدبنا، كانت هذه أمور. الآن المجتمع تطور، المرأة أصبحت تتحمل مسؤولية كبيرة اقتصادية في هناك إشكالات كبرى تطرح نفسها، غير خصنا تكون عندنا الجرأة والشجاعة باش نتعاملوا معها. ما أستهدفه أنا ماشي مش بعد الاتجاه ولا ذاك الاتجاه، ولكن فقط باش نفتحوا الحوار، نفتحوا النقاش ونعطوا رأينا بكل حرية. لا أحد يملك الحقيقة، حقيقة مطلقة، فقط غير باش نتبادلوا الآراء. توقف النقاش في المغرب، ما عطاش وقع. المغرب كان دائما سباق إلى النقاشات السياسية والنقاشات، نبيل بن عبد الله دوز 40 سنة في النقاش السياسي. ما عرفت علاش وقف النقاش، أنا ما فهمتش علاش. كاين شي مشكل ماشي هو هذاك. العكس، أنا جلست مع فقهاء وجلست حتى الناس يكتبوا عليا أنني كافر وأنني جاهل، وأنا جلست معهم ذكرت معهم ربما جاهل بجهلهم بي، ما عرفونيش أنا من سوس، والسوس في مدارس عتيقة والناس ديال سوس وحافظة القرآن ما عارفينش هذه القضية. يمكن كيشوفوني غير ذاك لوزيلي لابس الكومبلي واللي كاس في الرباط، نساو بأن منين جيت. أقبح كتاب عذبني في القراءة هو كتاب ابن خلدون، متعب في الحقيقة، كرهته حتى قال واحد الجملة وهي تعجبني، قال: إذا دخل الفقيه السياسة أفسدته وأفسدها. لذلك أنا كنتمنى أن الفقهاء نبقاو نناقشوا الأمور الدينية يبعدوا على السياسة، خليونا شوية نتذكروا نتكلموا نتبادلوا الآراء ديالنا. راه راوي الكفر ليس بكافر، راه الحوار والنقاش راه يجدد الدين ويقويه، راه التزمت والقمع واعتبار الآخر كافر وجاهل وأن أنا فقط الذي أملك الحقيقة هو مفسدة كبرى، إلا ما قلت مفسدة مطلقة، لأنه كيقول الحكم المطلق هو المفسدة المطلقة. إيك ما غلط. فكذلك هذاك الحكم المطلق في مجال التفكير مفسدة المطلقة. لذلك غير طاح السي رفيقي، غنطلبوا رأيك وغنطلبوا رأي كل شيء الناس، وغادي نطلبوا الرأي ديال المتحررين وغنطلبوا الرأي ديال الفقهاء، وبعد ذلك لأننا قلتها في الخطاب، قلت
حتى نتلافى الخلاف ونتلافى الاستقرار السياسي ونتلافى المساس بالاستقرار السياسي. هناك مؤسسات تحكيمية تحكم، هناك جلالة الملك أمير المؤمنين وبجانبه أو تحت سلطته مؤسسات للتفكير والدين غتطلب رأيها وتعطينا رأيها آنذاك. وإذا جمعت الأمة على أنني أعمى سأحمل العصا وأتوكل، شنو ندير؟ هذا هو المفروض، أننا نخرج عن الجماعة، سأناقش، سأعطي رأيي، وكي تبقى الجماعة جماعة.